هذه الأمور ما تعرف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال أنا ما أعرف إنه أتقى منه، قل له كمل الآية، إن الله عليم خبير. الله يعلم إذا تعرف أنت يا إنسان، لا تأخذ طوشة وراك نفسك، فأنت معناها ملان وخمر رامر راسك لأجريك بدعوة أنه صالح يا طيب. ليه عم تفخر على أنك تستصغر الناس بكسرة مالينك؟ الجبال الذهب أغلى منك، جبال الذهب أغلى منك، ليه عم بيجي الذهب والفضة في الجبال؟ فإذا كان الفخر بالمال فالفخر للجبال لا للرجال. لا، وقد يحمل البغل من ذهب وفضة ويواقين أشياء كبيرة أنت عم تشيلها يا إنسان. إذا الفخر ليس بالمال وليس بالغرور ولا بالدعاوي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا يا إنسان هذا الاحتقار للناس وكبارك نفسك، ثم الحسد كما قلنا، الغيبة، النميمة، الغيبة النميمة اللي أهلكت كثيرا من الصالحين، أهلكت كثير من المسلمين. حديث في سهراتهم الطويلة، الغيبة، فلان وفلان وفلانة وفلانة وفلان كذا وإلى آخره. إيه هذا كله لا يجوز يا إنسان. هذه الغيبة ما هذه لها مساوئ كبيرة جدا، مساوئها كبيرة وخطيرة، ومن استحكمت فيه الغيبة فقد عرض إيمانه للزوال، لأن الغيبة تنحت من إيمانك. ومن استحكمت فيه صفة الغيبة فقد اتصف بصفة المنافقين فتطبع على قلبه صفة النفاق. ومن استحكمت فيه الغيبة كان سببا في عذابه في القبر. معلوم أكثر ما يعذب أهل القبور في قبورهم بسبب الغيبة، نجاسة اللسان نسأل الله العافية. وهكذا يوم القيامة، ويعرض المغتاب للغير، يعرض صلاته وزكاته وحجه للمحو الزوال. الغيبة أمرها كبير. قال خير ما مغتاب الناس، قلت فيه، قال ما هو الفلان هذا كذا كذا موجودة صفة فيه، وأنا بجيب قدامه بحكي هالكلام. قل له عال صلي حالك عن شيء منيح، إذا جبت حكيت قدامه بيكون ارتكبت جريمتين، أولا إيذاء ثم مواجهة في الأزل جابها. قال ليش الشيء الغيبة؟ قل له كما بينها عليه الصلاة والسلام. يا إنسان صاحب البيان اللي الله أنزل عليه القرآن كفانا المقنع وبين لنا كل شيء، قال لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، غير عن ظن سيئة، لا ظن في الناس، لا ظن في الناس ظن سيئة. قال فإن بعض الظن إثم، ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. لما نزل النهي عن الغيبة هي مبدأ بيان، ما كنا تفهم معنى لا يغتب بعضكم بعضا، شو المقصود؟ يقعد بدنا نرجع بعد صاحب البيان اللي الله تعالى قال له لتبين للناس ما نزل إليك. ايش بين النهي عليه الصلاة والسلام؟ بين لنا ما بين؟ قال بين. ايش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، أي أن تذكره بوصف يكره أن يذكر به. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي ذكرت بوصف موجود فيه، قلت عليه أصير هو أصير، قلت طويل هو طويل، قلت هذا كذا هو كذلك الأمر، قلت عليه آراء غلوها آراء إلى آخر إيه؟ هذا غيبة ذكرت بوصف موجود فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذا أنت وصلت بوصف موجود فيه هذا بهتان،
أي هذا أشد من الغيبة. إذن ذكرك أخاك بما يكره بوصف موجود فيه لكنه يكره أن يذكر به، ما بريد ما بحب هذا الشيء يذكر فيه، ما بريد. إذا ما بصير تأذي أنت، ما بصير تحكي فيه، سواء كان في الغيبة أو أمام هذا أصير. أنت عوام، أنت قلنا هذا ما بيجوز، هذا حرام. قال قدام الله، قل له لك قدام يصير أبشع كمان، يعني مجابهة بالأذى. فهذا في غيبته، في غيبته لا يجوز، في حال حضوره ما بيجوز، باب أولى مجابهة وزيادة صار. إذا الغيبة أولا يعتبر الذي يغتاب الناس انتهك أعراضه، هذا من جملة انتهاك الأعراض التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تحسد ولا تباغض ولا تدابر ولا تجالش تناجش ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا متحابين. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وفروة وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها أي التقوى في القلب. وسوي لحالك تقى باللسان، باللسان تحكي في جمك مثلك، لكن القلب نجس، نسأل الله العافية. لا أصلا تقوى ها هنا، تقوى القلوب بحسب امرئ من الشر. قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا كبيرا أن يحقر أخاه المسلم. إذا احتقرت أخاك المسلم فقط وقعت في شر كبير، معلوم، لأن عباد الله لهم كرامة عند الله. لا تحقر مسلما ولو فاسقا، لأنه مسلم وعسى بعد ساعة أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه، وما يدري. قال ما رايح يتوب، وليش عرفك في الغيب؟ وش عرفك انه هذا له استغفارات ورجوع الى الله وندم على ما فعل واسف وقلب عم بحترق وعم ينكوه والى اخره؟ انت ايش عرفك في هالامور؟ هذا اتركه بينه وبين ربه. فلا تحقر مسلما، ومن عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. يدير بالك يا انسان، صار عليه خطر اذا احتقرته. قال بحسب من شر يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، المسلم حرام كله، كله حرام على غيره، دمه وماله وعرضه، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام عليك انتهك. قال ايش انتهاك العرض؟ هو بفهم ايش انتهاك العرض؟ قال بفهم انتهاك العرض يعني نسأل الله العافية يجزي فيه، يا أعوذ بالله. لك لا، ما هو هذا انتهاك العرض؟ هذا من أكبر الرذائل. لكن العرض هو موضع القدح والذم، إذا تكلمت فيه أو آذيته هذا معنى انتهاك العرض، سبيته، شتمته، انتقصته، هكذا اغتبته، هذا كله اسمه انتهاك عرض، اسمه في الشرع انتهاك عرض، فهم؟ لا يستوي حالك شيطان في الدنيا جد في الآخرة، فهم أمور دينك. فمو معنى انتهاك العرض حتى تزلي فيه، لا، هذا أعوذ بالله معروف، الزنا معروف. الانتهاك الأعراض، الطعن في الغير والإزراء والغيبة نوع من انتهاك العرض تعتبر. هذا حظ يرجع إلى الأعراض، في حقوق مالية، في حقوق بدنية دموية، وفي حقوق عرضية. الغيبة من أي نوعين؟ والنميمة من نوع انتهاك العرض الذي حرمها رسول الله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فهم دينك على المظبوط. مثل ما قلنا، مو واحد يكون عفريت الدنيا ما تخفى عليه مسألة، لكن بيجي للدين مثل حمار. ليش يعني؟ شيء فهم دينك، شيء لازم تفهمه فهمه. أما رأي الدنيا طوشة ريخ ده عقلك وقلبك، وبعده والنتيجة ما في مالي، شغل وعمل وكن وطعام وجماع وفي الحقوق، لكن لا تكون بالنسبة للآخرة جاهل، ما تكون بالنسبة لدينك صار جاهل. هام ما أمرك الله به وما نهاك عنه
من امور عمليه وادبيه واخلاقيه واجتماعيه، كل هذا دين. ولذلك الغيبه والنميمه تعتبر من اكبر مفاسد المجتمع. فلقد جاء الشرع بالادب الاجتماعي، ومن جمله لا تغتاب، لا تحتقر، لا تسب، لا تكذب، كل آداب اجتماعية في مصلحة العموم ومصلحة الخصوص. وعلى هذا إذا الذي يغتاب هذا منتهك للأعراض. هذا أولا هذا الذي يغتاب الناس عرض الإيمان للنحت، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: النميمة والغيبة يحتان الإيمان حتى يحتان الإيمان، أي ينحتان من الإيمان نحت، كما يعضد الراعي ورق الشجر. الراعي لما براعي الغنم بمر على شجرة فيها وراء كان ينزل عن أرض ضد العصاية حتى ينزل الورق، عضد الشجرة أي هزها حتى انقطع الأوراق يعني. فكيف هذا عم تسيل اوراقه تنقطع؟ قال: النمام المغتاب للغير هو ينحت من ايمانه نحتا. ما انت عم تنحت ايمانك، نسأل الله العافية. الذي يغتاب الناس قل له: هي ما هي صفة المؤمنين ان يغتاب؟ صفة المنافقين. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ان بعض المنافقين يحكي في المؤمنين عم بيغتاب المسلمين، فخطب قال: يا معشر من أسلم بلسانه، في ومن آمن روايات، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه يعني المنافق، قال: لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تؤذوهم ولا تتتبعوا عوراتهم، يعني تتبع فلان ايش عم يسوي لعلك بتأثر له على زلة، على مسألة، على هفوة، بتسمع عليه من ورا الباب، لعله هذا عم يسمع غنى، لعله كذا، أو من جيران، أو بتلصلص، أو أنا، حتى يأثر له على زلة يروح يشرشح فيه. لا 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 يا إنسان، وين رايح أنت؟ قال: ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته. انت عم تتبع زلاته، الله بيتبع زلاته، وانتهى عشراتك ويفضحك. ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، اي مهما استرت ومهما لا تشوف الناس، لا تتبع زلات الناس وعوراتهم وذنوبهم ومساويهم، وين عم روح وين عم بيجي حتى تروح شرشك، لا اشتغل في حالك، طلع حالك. ونظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبه فقال: ما اعظمك ايتها الكعبه، وما اعظم حرمتك، والمؤمن اعظم حرمه عند الله منك. ويروى هذا مرفوعا الى رسول الله، في بعض الروايات هذا من كلام الرسول، سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن اعظم حرمه عند الله من الكعبه. يعني قال شلون؟ قال: واحد اجا اخذ فرضه واذى الكعبه، عمل هيك من حجره من كذا، قل حرام، اعوذ بالله. ولكن اذا اجى لمسلم يا رطي يسوي شيء، ولو لك ايذاء المسلم اعظم من ايذاء الكعبه. المؤمن اعظم حرمه عند الله من الكعبه، فاذا اذيت مسلم يا الله عند الله يا انسان، الله خلق هالكعبه لهالمسلم، خلق هالكعبة حتى هالمسلم يصلي توجه الى الله. فيا يا انسان عرف فضل الاسلام وكرامة المسلمين على الله، فدمه وماله وعرضه حرام. والذي يغتاب المسلمين هذا هو يسبب على نفسه نارا في قبره، نار تشتعل عليه، نار في قبره،